العربية بمرور 3 أعوام على الثورة السورية التي بدأت ب 18 آذار، ونهنئ جميع الأمة الإسلامية بهذا التاريخ. واليوم يصادف بعد 3 سنوات من الحروب الطاحنة، سنتوعد بإذن الله بشار الأسد بعد مرور 3 سنوات، وبرد أكرر جايينك جايينك جايينك، وما زلت حي، وأذكرك بهذه الكلمة، وإن شاء الله ستجد على باب قصرك قريبا إن شاء الله.